يريد الآن أن يمر إلى الاستبداد كما يفعل كل مستبد عربي، أنه يريد دستور عام خاص، لكنه يحلم، لأنه نحن سنقف له بالمرصاد ولن نسمح له بهذا. يعني تونس ليست بلد مشرقي في الخمسينيات يعني سيسكت عن هذه العملية، سنقاومه وسنجبره على الاستقالة، وربما سنحاكمه أيضا، لأننا نعتبر أنه قام بخيانة عظمى، لأنه حلف بيده اليمنى على الدستور الذي جاء به إلى السلطة ليحميه، وهو الآن ينقلب عليه، وبالتالي فهو بالنسبة لرئيس غير شرعي، مقولته كلها غير شرعية، يستأهل الإيقاف ويستأهل المحاكمة.